عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا باحسن الاحوال وانتم بصحه جيده. نتمنى البنات تكونوا بخير وتكونوا باحسن الاحوال بهذا اللي واقع، في هذا الوباء اللي واقع. نتمنى لكم تكونوا باحسن الاحوال. بالنسبه للبنات، راه نتمنى لكم صحه جيده وتكونوا يبعد عليكم هذا الوباء الخبيث. اللهم بعدها عنا يا رب يا ارحم الراحمين. يلا البنات، نبداو على بركه الله. نوريكم اليوم البنات واحد الموديل خفيف بالراندا، تقريبا راندا بربعة ديال الغرزات. نتمنى تنال اعجابكم. هنايا كنبداوها بربعة الغرزات وبالعقيق الزمرد. هنا اختاريت هذا الموديل مختلف على داك الموديل اللي وريتكم سابقا. هنايا راندا بالعقيق، اختاريت هاد جوج الالوان، عقيق الزمرد، اختاريت هاد اللون هذا واختاريت هاد اللون هذا. نبداو على بركة الله. هنايا بديتها بربعة ديال الغرزات، غادي نرجعو معاها. الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، الثالثة. راه وريتكم البداية كيفاش كنبداوها، ما بغيتش باش ما نطولش عليكم الفيديو. انتوما باش ما نطولش عليكم الفيديو، غتلقاوها في حلقة اخرى قبل من هذه، غتلقاو الطريقة كيفاش خدمتها، ولكن درس مغاير على هذا. تا هو بربعة ديال الغرزات، غادي نضربو في التوب. دابا نضربو في التوب، نضربو الغرزة الاولى بالطريقة هادي، كنجيبو عقيقة غنخليو هاد الغرزة هنا. من الاحسن ديرو الخيط الزمرد، ديرو النمرة ثلاثة. هانتوما كنزيدو عاوتاني نديرو غرزة، ضربو في التوب، نرجعو معاه. دابا نرجعو الغرات، نديرو في الغرزات، الغرزة الأولى، الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، ندير عاوتاني غرزة الأخيرة، غرزة رابعة. حاولوا ما تنساو حتى غرزة، نضربو في التوب. ولا دابا شنو كنديرو عاوتاني؟ نفس الطريقة، نزيد عقيقة أخرى، نديرو دابا جوج عقيقات، نجيو هاد الخيط هذا اللي فوق العقيقة وندخلو ما بين الوسط ديال الخيط بهاد الطريقة هادي. نفس الطريقة، نخليو هاد الغرزة ونضربو بغرزة أخرى، نضربو في التوب، غادي نرجعو مع الغرزات، نكونو ربعة ديال الغرزات. الغرزة الأولى، جوج، الثالثة، الرابعة، نضربو في التوب، نزيدو عقيقة،
هذه بالنسبة لبغيتو ديروها جلابة او قفطان ديروها. نديرو غرزة غرزة ثانية غرزة ثالثة هذه الغرزة الرابعة الأخيرة كنضربو عاوتاني في الثوب نديرو الغرزة الأولى ثانية ثالثة نطلعو بنفس الطريقة كنطلعو شي ثلاثة ديال الطلعات نديروه تاني نضربو في الثوب عاد نرجعو معاها هانتوما البنات كنطلعو 8 ديال الطلعات كما شفتو كنطلعو 8 ديال الطلعات عفوا باش كنطرزو هاد البلاصه هادي اللي عندنا خاويه. دابا غادي نزيدو عاوتاني نديرو العقيق نضربو غرزه نجيبو عقيق مغاير كما شفتو درنا طلعنا 8 ديال الطلعات 1 2 3 4 5 6 7 8 ديال الطلعات غنديرو عقيق غنخليو هاد الغرزه هادي وغنضربو في الغرزه اخرى نضربو غرزه هنايا بنفس الطريقه عاوتاني غنديرو الغرزه الاولى الثانيه نتوما دابا نديرو جوج عقيقات عاوتاني درنا عقيق الاولى نديرو عقيقه الثانيه
هانتوما البنات كنجيبو خيط واحد اخر اللون ديال التوب باش نوريكم كيفاش كنطرزو. هنجيو لهنايا الراس ديال هادي كنحسبو 1 2 3 4 كنحسبو 4 1 2 3 4 نديرو باش نطرزوها. انا كنختصر لكم شويه باش ما نطولش عليكم الفيديو. ثم غادي نديرو عاوتاني عجوج كنحسبو 1 2 3 4 عاوتاني كنهودو الجهه الاخرى عاوتاني كنحسبو 1 2 3 4 بنفس الطريقة كتجي رائع البنات. نديرو 1 2 3 4 هانتوما كيفاش كتجي. كنطلعوها بهذه الطريقه هذه وهذوك البلايص كنطلعو 8 ديال الطلعات ونديرو طرزه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال هذا النهار وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وضغطوا على المربع الاحمر اللي كان تحت الفيديو سبسكرايب او سابوني. يلا البنات هلاو ليا فراسكم بزاف حلقه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.